السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، نعم. ما حكم الشرع في امرأة سليطة اللسان حتى يضطر الزوج يعني لضربها؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن الضرب غير مبرح، فينصح ويعظ ويذكر بالله أولا، فإن اضطر إلى الهجران في المضجع هجر في المضجع، إن لم تزل بذيئة سليطة اللسان تسب وتلعن، له أن يضربه ضربا غير مبرح. الواحد ما بيمسكش نفسه يا مولانا. بتعمل ايه يعني؟ ماسك سكينة ولا ايه؟ نعم، يعني ماسك سكين ولا ما بتمسكش نفسك؟ لا لا، مش سكينة ولا حاجة، باليد يعني، ضرب باليد. في الوجه ولا فين؟ يعني واحد في حالة الغضب، إما على الوجه أو إما على الجسد، باليد فقط. لا يجوز على الوجه أبدا أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في القتال، إذا قاتل أحدكم أخاه فليلطمن الوجه. السلام عليكم.